السلام عليكم. سيعرض برنامج مداولة لهذه الحلقة قضية من قضايا المحاكم، قضايا الجنح، قضايا الاتجار في الأقراص المهلوسة. لنتابع. بسم الله الرحمن الرحيم، باسم جلالة الملك نعلن عن افتتاح الجلسة. ملف عدد 12/2020، المتهمان خالد موسى وفؤاد الكبير، تؤازرهما الأستاذة ريم محمد. خالد موسى، أنت متهم من أجل مسك الأقراص المخدرة واستيرادها ونقلها والاتجار فيها والمشاركة في اتفاق قصد ارتكاب هذه الجريمة، وهذه هي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-2-5 من الظهير الشريف 21 ماي 1974. اش كتقول حول المنسوب اليك؟ انا بريء، ما درت والو. وكيدير انت مع شي غربه؟ كيدير مع الوقت؟ صافي اخويا، الله يبارك فيك بخير الحمد لله. دور الكاميرا شتو؟ ويلي، الطبيعه كي دايره صحيب، كاين شي تلوجات بعدا كشي شتي هو. وراك عارف اخويا، واشو وبيني وبينك توحشت البلاد، بالخصوص اللي توحشت اكثر هي ديك الرفيسه ديال خالتي. انا راه على السيمانه غندخل، بغيت ندخل نرتاح شويه. مرحبا. انت شو نوصيك فاش تقرب توصل؟ ملي تقرب توصل البلاد علمني باش نقول خالتك توجد لك شي رفيسه بشي دجاجه بلديه تكون نيا هذيك ضرب قصعي يعاب وحدك. وما تنساش لي داك بشكيطو، داك بشكيطو بشكيطو اللي وسطو الفرماج هذاك ضيب، وجيب معاك شي كوره، جيب معاك شي كوره ديال الفرماج تكون مزيانه. كون هاني اخويا، راه ما نسيتكش، انا راه غنقرب نشطك ان شاء الله نعلمك. صافي، الله يجيبك السلامه. توفيق فين غادي؟ ماما هاني جي، ما غاديش نتعطل. رجعت نعس دابا، فيق باباك وما يلقاكش. ماما نشوف صاحبي فيصل شنو بغاني وغنجيب السربه. ما تبقاش تجبد لي هذاك فيصل، وفوت ساحته سهرت نعاس وصافي. ماما قلت لك هاني جي، ما غاديش نتعطل ماما. صافي اجي، راه غيفيق باباك وما يلقاكش. رجع توفيق، توفيق تعطلت يا صاحبي بزز باش خرجت لوليدك، ما خلاتني. ترى المشكله عندنا العلاقه ناقصه. صافي تسنى، محال تعامل معنا هذه المره، باقي كيتسنى داكشي القديم. عرفتي اخويا، غير زيد وخليني انا نهضر معاه. صافي يلا اخويا تكلم. تعطلت وصاحبي، واش نعدي على التوم؟ راه عندي كليان خصني نليفري ليه هو. بوفو هذا يسمح لينا، كنا كندبروا على الفلوس. ديبونينا كندبروا على الفلوس، مرة جاي يديروا الصينية، الصينية وبقاو الدور. ناقصة 50 درهم. غدا تكون عندك السي فوري. 100 درهم المرة اللي فاتت. بوفو هذا المرة الجاية غنجيبوا لك الحساب كامل، غير ديبونينا دابا. ومرة الجاية اللي ما كانش الحساب كامل وما تجيوش، عطوني عاد تيساع 150 درهم تكون عندي غدا. فهمنا؟ فهمت. ما كنبيعش الشباكية أنا ولا الموارد، راه هز المونتيف أنا، راه هز الحبس في يدي، مريسكي أنا. جيت تقول لي 50 درهم. أوف. هاهي ندير القرقوبيستان. الله يحفظك أبو فؤاد العز. يلا ندح. الله يجازيك بخير المعلم، الا ما تقن الله يعطيك السر لصوب هذاك القفل مزيان. سعديه ياك لاباس، شكا جبد لي في القفل المسخوطه ديال ولدي، عطيتو يخلص الماء والضو، مشى شد الفلوس وضربهم قرقوبي. وياه
اختي قلت نصوب القفل اللي يمشي يكشط لي باه باه كيحط الفلوس في الدار. تا هو تبلع. تا هو تبلع وخرج من المدرسه ويمكن بلي كاع قبل من المدرسه وباه ما فراسو والو. وحتى لين اختي غتبقاي ساتره قوليها لباه اختي. ما نقدرش اختي ما نقدرش اختي سعاد ما نقدرش خي جري عليه وانت راكي عارفه مصطفى. واش غتقولي ليه الا قال لك علاش بدلتي القفل؟ غادي نقول ليه ترس لي الساروت في القفل وبدلته هادشي اللي غنقول ليه. واسمحي ليا راجلك خصو يعرف كل شيء هو مسؤول منكم وانتم بجوجكم مسؤولين عليه ولا راكي غادي تهزي اللومه بوحدك. واختي ولدي توفيق ما كان فيه والو ما عرفتش هاد المصيبه مني تسلطات عليه غادي نموت اختي غادي نموت ما عرفتش هادشي مني خرج ليا. راه ماشي غير وليدك اللي تبلى راه نصف وليدات الحومه ولاو كياكلوا القرقوبي. يا ربي ترد بهم طريقك يا سيدي يا ربي. شوفي اختي قوليها لراجلك وتبعي وليدك شوفي مع من كيترافق وبحثي تتعرفي شكون اللي كيبيع لهم هذا الهم. خليتك على خير اختي. سلام اختي بسلام الله يعاونك. شحال الساعه دابا؟ تكون شي 10 12 علاش كتسول؟ مشى لي الحال المدرسه. تا ولاد سودي لينا الثقب الاوزون الاقريدي. اه انا اصلا راه طردوني من المدرسه. وترى طردوك من المجتمع. دراعي السلام عليكم. زنبق جابك الله شي فويني اذا نشري معد فؤاد بالليل ونرد عليك. اه اسمح لي يا خويا بقات عندي وحده نطيرك بقبلاش. شو مالك صاحبي تجوع معايا انا؟ تتبقى حاضيني ماك كتشري عليا. فيصل تعامل معاه اعتبره غير سلفه صاحبي. تسلف انا بنكا قول لي مشات فؤاد انا راه غير كريدي. يلا يلا نتحركوا يلا. تحرك اصاحبي تحرك اصاحبي. نتوما منكم ولا من سطي البطوله؟ ما قلتش لك تشوفي نهار دبرت على خدمه. فين اخويا؟ غارديان. ودبر على اخوك الوالده هاد الايام ديري لي حاله على الفلوس اصاحبي. وبلاتي صاحبي نتحرك ونشوف لخاصم شي واحد نقول لك. دبرتي على الفلوس اللي كيتسنى فؤاد؟ تحضر معايا عقلك وانا باقي ما بديتش غندبر على الفلوس. بشويه صاحبي ناخذ شويه الافونس نعطيو لفؤاد شويه ناخذ صمت اخرى. تي انا راه الخويدريه جايه اليوم غادي ناخذ ما عندها شي حاجه. المهم الا خديتي شي حاجه وصل لي القهوه. تهلاك. ماما مالك واش كثرات عليك الخدمه في الاوتيل؟ اش من خدمه بنتي انت عارفه هذا العام انا كنخدم غير الصباح. ومال لون وجهك مخطوف ياك ما مريضه؟ ما مريضه والو غير الفقسه بنتي. خوك توفيق غادي يحمقني غيصيفطني للقبر. تقرقوبي ثاني واش كتسني باش تقوليها لبابا؟ ايوا قلت ربها ما ربي يهديه الساعه ما بغاش يتهدى كل وقت واقف عليا اري فلوس اري فلوس اري فلوس وليت انا خدامه غير عليه. واش هبلتي ما بقى تعطيه حتى درهم؟ يا بنيتي راه خوك مبلي وباباك قاطع عليه الموضو وكنخافو يدير شي مصيبه. شوف ماما راه على ود هاد المخدرات غيدير شي مصيبه اللي غتصيفطو للحبس. ماما ما تخبيش عليا اشنو دار توفيق؟ غير البارحه بنتي عطيتو الفلوس يمشي يخلص الموضو مشى شرى القرقوبي وانا نجيب النجار بدل لي الساروت ديال الدار باش منين يدخل نشوفوه ومنين يخرج نشوفوه حيت باك راه كيدير الفلوس ديالو غير في بيت ماشي يدوز لي عليهم. اش كتسني باش تقوليها لبابا؟ من وليتي كتبدلي القفل ديال الدار على ودو هادشي راه ولا كيخلع راه ما بقاش الامان. شوفي ماما يا غتقوليها لبابا يا غنقولها لي انا. شوفي بنيتي الله يرضي عليك هزي صاكك راه راجلك كيتسناك سيري بنيتي سيري سيري لدارك. لا لا غير خليني انا غنتسنى حتى يجي باش نشوف شنو كاين في راسو. مزيان تبارك الله.
مالنا على هاد الدقه؟ انا اش كاين؟ ليلى واش والدك بدلت القفل؟ ما كرهتش بدلك انت والقفل. من اليوم انا اللي غادي نتفاهم معاك. شو ليلى وزيد زيد شويتي مزيد. يا اسم ميدا يا شون في تاين ماروكو يا تشوز ايش غوف دي انا خيا اوكي تشوز 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 الله على سلامتك. الله يسلمك. هاني طلع الله تشوز تشوز شنو زعما تشوز هي بسلامة هي بسلامة هي تشوز سبحان الله العظيم. المغرب غادي وكيزيان ترى المغرب زوين باللي يطري بشي واحد خاص شويه ديال العقب وبنادم يعيش فوق السما. قال نهضر معاك ها ماني قال وكما نسيتي لي داكشي اللي قلتلك نيش فرقسن وك فرماج كيزه يا شنو هي كيزه كيزة يا ماشي يزة كيزة نسيتكش فين غادي؟ والله إلا وافقاتك بيار مني خا اللي زيادي تا هو تا مازال ما تبدلتيش صواريتي بجوعك ما بدك تفطر ما كرهتش شاب هونغي عاد داك تاكل الخليع ماشي داك الخليع ديال ليكزيرسيس خليع خليع بالبيض فين داك فين تباني الزي ديالك ايزي ايزي جبت شي بياسات مزيانين شوف نفطرو ومن بعد نرجعو نهزو السلعة نديوها للمرقد عندك هنا الاسكلا ها الاسكلا عرب معايا ولا غادي نضم قلبك اللاينة ندير اللاينة وهي راه كيت هنا كيفاه غرامة دابا شنيلة اي 50 اورو شنيلة 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 بابا خاصنا نلقاو شي حل باش نقضوا توفيق وا بنتي وامك كل نهار الاول قالت لي كلشي ما كناش نوصلوا لهذا الشيء انا غارق في الخدمه نهار وليل ما في راسي ما يتعاون راه انت اللي قطعتي هضرتو منين خرج من المدرسه كنتي كتهضر معاه وتصاحب معاه كره ما وصلناش لهذا المواصل كله لا لا ولدي هذاك نقطع معاه الهضره الوقت اللي بغيت لا سيدي ما خصكش تقطع لا قطع معاه بركه بركه من المخاسمه راه توفيق محتاج لينا دابا اكثر من اي وقت لا 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 هذا اللي كيدير هاد السم هذا خصو يمشي فين يتربى لا لا سولت عليهم كلشي شاك في داك فؤاد وداك ولد خالته اللي عاجب من الخارج وصافي دابا توفيق راه مع سعيد في المكازا وراني خديت جوج سيمانات من الكونجي ديالي باش نقابلو وعافاك بابا حتى انت حاول تخرج شويه بكري باش تعرفوا فين كيمشي وفين كيجي نعوذ بالله من الشر الرجيم انا بنيتي غناخذ واحد السيمانه وغدا عنبوا لي غنمشي عند البوليس غنديكلاري داك المسخوط ديال فؤاد سمحي لينا بنيتي الله يرضي عليك وقول لراجلك حتى هو يسمح لينا حتى انت راه عندك وليداتك وعندك راجلك خصك تقابليهم ولا ماما لا ما وقفت مع خويا شكون اللي غادي يوقف معاه والمهم خليتكم على خير انا غنمشي نشوفو في المكازا دابا غادي يكون خرج الله يرضي عليك يا بنتي الله يديك على خير هذا ما نشترش فؤاد الكبير انت متهم ايضا من اجل مسك الاقراص المخدره واستيرادها ونقلها والتجار فيها والمشاركة في اتفاق قصد ارتكاب هذه الجريمة وهذه هي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-2-5 من الظهير الشريف 21 ماي 1974 اش كتقول حول المنسوب إليك؟ لا سيدي أنا عمري ما كنعرفش هذا الفاند ما كنعرفوش كيدير عمري بعتو شريت فيه واش متيقن من المعلومات اللي قلتي؟ نعم سيدي فؤاد راه هو الوحيد اللي عندنا في الحي كيبيع الفانيد يعني القرقوبي وملي سولت عليه راه قال لك تقريبا بلا كاع الدراري ديال الدرب شكرا السي مصطفى حنا راحنا متبعين التصرفات ديالو ويمكن نقولوا كاع ساعته قربت دابا راه يمكن لك تمشي غير حاجه واحده نوصيك عليها انا ترى اللي قلت لينا ما بغيناش تخرج من هنا المهم حنا راه دايرين التحريات ديالنا واخا شكرا شكرا قول لي هذاك التليفون ديالك خدام خدام اسيدي
مزيان. الله يخليك خلي شاعل ربما نعيطوا لك ولا شي حاجه. مرحبا سيدي في اي وقت بغيت. انا الهدف عندي هو اولادنا ما يبقاش يتباع عليهم هذاك السم. شكرا سيدي. الله يجازيكم بخير سيدي. تبارك الله. بسم الله. بلاتي نعاود ناكد لك هضرتنا تبقى هنا تبقى في البيرو. واخا سيدي. صافي مرحبا. أيوة الله يعاونكم سيدي. الله يعاونكم. شبيع في الدرب خو السيكتور دورو تبرم باش ما تنومرش. ماشي دي قديم وخشيم شي دابا انا حاكم الكراوه ديالي ثانويه ولا زون. الا خرجت من تمايا وباع في شي قنت اخر كاينين كروات اخرين عند الدم عليهم غنولي انا والناس مسطارات مع البازانيسه ما منها صعب. اش دير بان لي واحد البلان مزيان غادي يهنيك ويهني. شنو شو شي بزناز بيع لي كل شيء خلي منه الكليان وندير التقليد كيبقاو فيا الكليان ديالي انا. كيجي عندك الكليان كيعطي لي بومبو تعطيه فاني ديال الراس توا ديال الشقيقه كيبلع كيتقاد يدارو راسو عيط يلقاني انا ما كاينش ندي فيه الذنوب حشومه. خويا فؤاد شوف لو بغيتي تطول في هذا الميدان خص تكون عندك الكبده. ودي راه دوا معايا واحد البعلوك البعلوك قال لي دير معاه اللابق هذا دفع ليه السلعه جمله ويبقى يخلصني منه اليوم. وبالي يا صاحبي اش كتسنى دير معاه نبركو معاه ونتفاهموا معاه. تنشوف شي هذا تيخلعني كذبش عليك هذا زي ما قال يكون باغي شي صمت 100% لي بونبون كيبغي والناس كيتمشى لي بونبون او زيمق باقي ما حليش الحانوت. يلا جيب الشاريو وجي تقدا جيب وحدك يلا تلح داكشي قلت لك هو اللي كاين. نعرف يوم على المشاكل يا صاحبي سمعني هاد بنادم هذا تلقى معاه وماشي في الدرب عطيه داكشي اللي بغا مسح نمرتو وقول ليه نساب ولا الدرب راه غينغدو لنا الصداع. واش بغى يبقى حاصل في البلاد قول لي فشي الغربه جيب لي داك التليفون وما تيجدوش جي بي اس شو بغا يتصنطو ليا ما يسمعوش ما خشخش تيتصنطوش غاتي بزازه برا النمره كيخدم بها سيمانه ومن بعد كيطرطقها وجا النحس جيب تليفون شي قوريه شي المانيه قاري انت زعما انت ملي كتنطق ديك النمره الايمي ديال التليفون تيبقى مسجل عندهم. توفيق كنتصل بك كاع ما كتجاوب اصاحبي. المهم ملي تشوف الميساج عيط ليا ولا عرفت اش دير دوز عندي دوز الله يحفظك. فاصة فين مغيه شنو درتي في نهار اللي كنت شري مولا باقي مكنزز على داك التمن خليتي رطب زيدو شي حاجه وخدها من عنده هذيك المنطقه راه مزيانه. مره كتقول لي خليتي رطب ومره كتقول لي زيدو راه السيكتور مزيان بغا دابا عزك واش نشري ولا ما نشري. صافي عشري ما عنده راه سولت عقاره طالع تماك
سعدية فين غبورك اختي؟ احنا اختي غير مع الوقت اش غنديرو؟ كي داير؟ لاباس عليك بخير؟ الحمد لله اختي الحمد لله. قولي لي اختي كي داير وليدك توفيق؟ ايوا توفيق هو اللي مدوخ ليا الدماغ راك عارفة اختي اش غنديرو؟ ولكن دابا بغيت غير نقول لك راه اختو وباه دخلوا في الموضوع. مزيان قولي اختي يتحملوا حتى هما المسؤوليه معاك ويهزوا الهم معاك. لا لا الحمد لله دابا راه احسن من قبل، دابا راه ولا محرك شويه مع راجل اختو في المكازا. الحمد لله. وباه راه مشى للبوليس. ليش؟ مشى حيت شاك في شي واحد هو اللي كيبيع ليهم. مزيان. والحمد لله. الله ياخذ فيهم الحق. امين اختي امين. بغيت تاخذ فيهم الحق. امين اختي الله يجازيك. اختي هادو باغيين يدخلوا الفلوس باي طريقه كانت. ايوا الله ياخذ الحق اختي. الله يحفظك اختي سعاد الله يخطك عليا. هذا الزايب ما غيكون باغي شي صمطه صيفط اي سي ميس باش يقضي مع الغرض ونجي. باس اوف. ها؟ حدي راسك. ياش؟ باس اوف. باس اوف. طالعين ونستعفيت قد فينو. علاش؟ غيكون شافر 100%. متأكد؟ متأكد. هو راه خدمتو شناهي؟ زرام. تيزرم عباد الله. غيكون زرام. واحد يكون شي واحد يكووه يديكلارا به شي حد يحصلوه موتي لبيس. علاش كنقول لك؟ بيع السلعة جملة. هاد البراش راه يقلبونا على شي مونتيف. كاين. خونا في الله راه عيط ما جاوبتوش، واني من العود عيط دابا غادي نعبر ليه طانسيو ونشوف واش منه ولا السروال كبر منه. اللي كان مزيان طحن معاه. شنو غادي دير هاد المرة العيط؟ دير معاه قلقلو شوف شتحت راسو. صافي السلعة راه خصنا نحيدوها. كاينة هو كاينة صاحبي. شوف حاس بقلبي واكلني بغيت نخرج نشم البرد. خلاص ما كاين. زوين هاد اللعيبات بارتي. اش من جديد؟ الجديد هو هاد فؤاد مابقاش كيبيع غير في الدرب ولا كيبيع قدام الليزي. وعلى حسب التحريات ديالنا من كوميسير عند واحد ولد خالتو كيعيش في الخارج هو اللي كيخدم معاه، ويمكن ولد خالتو يكون هنا في البلاد. ولد خالتو فؤاد هادو غتبعهم صافي؟ صافي. هاد فؤاد نعم سي. واش انت ما عمرك حاولت تربط معاه الخط؟ واش غادي نقول لك السيد العميد، انا اتصلت به بالتليفون وقدمت ليه راسي على اساس سميتي عثمان وكنبيعو الشريف في الحبوب المهلوسه وخصني السلعه. قال لي يكون خير ولكن باقي ما عيطش ليا. انا غنقول لك اش غادي دير. نعم. غتحاول تلاقى معاه وملي تمشي تشوفو دي معك واحد الساق دي فيه شويه الصماطي وقول ليه باللي انت كتبيع في شي مدينه اخرى ومحتاج السلعه ديالو. صافي. راه يمكن يسولك قلت ما عندك كتعامل شحال هادي. اي نقول ليه كنتعامل وكنتقضى من عند حسينه صاحبو اللي تشد هادي شهرين. هذا هو الجواب. مزيان. احنا معولين عليك. كون هاني. صافي. كون هاني. سي طارق. نعم. ما تحاولش تجي مره اخرى بلا ما نعيطوا لك. واخا. صافي. صافي. الله يهنيك. الله يعاونكم. تبارك الله عليك. ولدي كول ما كتاكل والو. ماما صاحبي فيصل قبطو البوليس. اويلي هاد فيصل انت باقي كتشوفو؟ واحد الدري كان كيقرا معنا هو اللي قال لي شدو على القرقوبي. سرق بسطام باش يشري صمطة ديال الفاني وقبطاتو الكاميرا كيسرق. ها اللي قلنا ها البلية فين كدي، ها الادمان فين كيدي، كتولي وكتعملو اي حاجة باش كتشريو هذاك الويل. صافي صافي
كول ولدي كول، الله يرضي عليك كول، وسير نعسلك واحد الساعه وسير للخدمه. ماما يخليني نمشي، اصلا كاين غير بوحدي في المكازه. راجلي الا ما كاينش نمشي نجيب السلعه، وانتم عارفين خصني نقابل لاكيس ونست المحل. يخليني ماما نمشي. ما كريتي والو وليدي. خليني خليني بابا داوم معاه. الله يبعد عليك المصايبه ولدي، الله يبعد عليك ولاد الحرام. السلام عليكم. سلام فؤاد. عثمان. ايه الله. السلام بخير. الحمد لله بخير. الحمد لله. عرفتي نعت وادك. بغيت نسولك. قول لي شكون اللي وراني لك؟ كيفاش شكون اللي وراني لك ليا باش عرفتيني؟ عرفت لان حسين قلت لك ليا نديرو حسين قبل ما يشد مسكين. مسكين في راسي، فراسي طاح. شتو وطاح طيحه خايبه. شحال شحال ضربوه ب 30 عام ومالو؟ شنو مالو؟ قاتل روح والترى القضيه نيت فيها روح. شافي احسن مسكين. الله يستر يا ربي يستر. وما يستاهلش. الله يستر يا. دابا انت خدام هنايا ولا عندك شي كروه خدام فيها ولا؟ لا انا ما كنسرفيش هنا، انا خدام في مدينه اخرى. ماشي هنا. ماشي هنا. خاطيك هنا انت. وحتى الا تفاهمنا. ما تسربينيش انا. وفين نتفاهموا ديك الساعه نديروا فين شي قنت فين نتلاقى وصافي. ما كاين حتى مشكل. ليفري لك ا دوميسيل ما كاينش اللي بغيتي يعني. وعارف السلعه ديالي كي دايره ضيقه شي حد. وانا راكت كنتقضاها سلعه اللي بقى فيها مسكين عند حسينة يعني. هاي عندي جبت لك باش نشوف الشومبيه ديال حسينة هذه. اي انا ومن عنده كان هذه السلعه ديال دوك اللي هك. هذيك هذيك كتسطي هذه شو عمالها كيدايرين كلهم خورجين الله يستر. انا عندي ضمير واخا كنبيعهم شريف هذا الشيء ما كنبغي الا السلعه تكون هي. حتى انا كنخدم بصدق. صافي السلعه ديالي انا كدير على الكسكوشي هنا وهنا. صافي صافي تخلي بنادم على النار. صافي هذيك الشيء تخوريج. صافي حشومه حرام. الكونتيتي شحال يخصك؟ وانا اللي عندك الا تفاهمنا. اللي عندك ناخذو. اسبيس تخلصت نضي في البلاصة ما كان كريديش تانا هك هرا. صافي مزيان. هتضرب واحد يومين. ايه توس يومين. ها نصون لك واحد النمرة. ايه حتى تنبدل النوا ما نصون واحد النمرة. غنعت لك انا قدا فلان فلاني ياك. غتقول لي شحال خاصك غادي تجيب لي امانتي خاصك. خلص تانا مني تعيط ليا ولا بغيتي تعيط ليا انا كنخدم بهاد النمره هي في لاكارت. عندك صناك؟ الصناك ديالك؟ لا داك الصناك كاين عا فديك لاكارت. صافي هذيك النمره عا كنخدم بها. محل هذه واش غندير؟ طولار انا نتصيد انا. كاين والله الا كاين. صافي يومين يومين عطيني يومين نوجد لك المسائل ونتلاقاو. بني تعيط ليا غادي نقول لك انا لقنت فين غادي نتلاقاو. صافي صافي وخليتك على خير. الله يعاونك. الله يجعلها محبتها بصح. امين يا رب. الله يعاون. تهلا. ما ترى العود؟ سكانيتي؟ سكانيت. راجل بعقله وباغي يخدم، ما خدامش كاع هنا في هاد المدينه، عنده شي كروه اخرى قالك شي مدينه اخرى، يعني كارت فيزيت ديالك وخا فيها الدجاج، عادي راه هند شي ناس اللي كتخدم مريقل. واش عرفتي منه؟ باغي كونتيتي، ياك؟ وراني السلعه، السلعه ديال دوك اللي هوك فريه، هاي دوك السلعه ديالنا غتعجبو، فهمتيني؟ ضربت معاه يومين ندوز الكود انا وياه. عطيني الامانه نعطيه الامانه وفارينا ليكي ديالي هذا. بالصحه والصحه. صافي
سيد ممثل حق العام، هل من سؤال؟ نعم سيد الرئيس، السؤال للمتهمين. ماذا يقولان حول تصريحاتهما المفصلة أمام الضابطة القضائية واعترافاتهما أمام هذه النيابة العامة؟ كون المتهم الأول خالد موسى يقوم بتهريب الأقراص المهلوسة المخدرة انطلاقاً من الخارج إلى المغرب، وأنه بإجراء تفتيش في شقة أخيه مراد موسى تم إجراء تفتيش بالشقة الكائنة ب12 شارع النور، تم حجز حقيبة ضبط فيها الأقراص المهلوسة، أكثر من 10,000 قرص مهلوس تم تهريبها داخل سيارة بعد دسها في علب البسكويت. وماذا يقول المتهم فؤاد الكبير كذلك حول اعترافاته المفصلة أمام الضابطة القضائية وأمام النيابة العامة، كون المتهم الأول ابن خالته وكونه من يقوم ببيع الأقراص المهلوسة وبترويجها داخل الحي وخارجه، وأنه نتج عن ذلك أن مجموعة من شباب الحي وخارج الحي أدمنوا على هذه الأقراص المهلوسة لدرجة الإدمان، نتج عنها مآسي كثيرة لمجموعة من الأسر. خالد موسى جاوب. الشيء ما كاين منه والو. فؤاد الكبير جاوب. ولد خالتي راه كان في الغربة وجا يدوز كونجي، والبسكويت داك البسكويت كان فيه عش الشوكولات، كيجيب انا اليوم وصي عليه كيعطي للوليدات ويجيب فرماج حمر، هادشي تيجيب معاه مثلا. اما الفانيد ولا ما الفانيد تيجيب فانيد ديال الماكله ديال الدراري، ماشي الفانيد اللي فيه مخدرات. سيد ممثل الحق العام، هل من سؤال اخر؟ لا سيد الرئيس. دفاع المتهمين، هل من سؤال؟ نعم سيدي الرئيس، لنا سؤال لمؤازري خالد موسى وفؤاد الكبير، أين تم ضبطهما من طرف الضابطة القضائية؟ وبمكان ضبطهما هل ضبطت معهما الأقراص المهلوسة؟ خالد موسى جاوب. كان عايش في الخارج وكنا في الدار اللي على البحر، ملي جاو ما لقاو عندنا والو. فؤاد الكبير جاوب. هادشي اللي قال ولد خالتي هو اللي كاين، والاعتراف ماشي زعما اعترف. انا ديك النهار كنت انا عيان، مع كنا حدا البحر ضربتني الشمس، لا افقه زعما شنو تنقول. دفاع المتهمين، هل من سؤال اخر؟ لا سيدي الرئيس. اش من خبار السي طارق ولا عثمان؟ عثمان البزنس. في هاد العمليه سيد الكوميسير، اسميتي عثمان. فؤاد راه سول عليا كيف كنا متوقعين، وصيفط شي حد يزور حسين الحبس ساعة الحارس ديالنا اللي تما منعو من الزيارة وسرحو في الكلام. مزيان، وشنو قال لي هو؟ قال لي بالله حسينة غادي شي واحد غادي يشد بلاصتو سميتو عثمان. عرفتي اش غادي دير دابا؟ نعم. غتحاول تتصل به ودير معاه واحد الموعد. إيه؟ ولكن غتخلي الموعد بعيد شي يوم ولا يومين. يلا باش نقادو الأمور ديالنا. ملي نتفق معاه غادي نعلنوك العمات. صافي، التليفون راه بيناتنا. شوف مشيت للمرقد عند خويا مراد، قياس السلعه بالزيت يكفيك 4 شهور وانت خدام. 4 شهور ديال الستوك. 4 شهور حسبتيها؟ تاكد. اش غادي دير؟ تشوف داك عثمان بيع ليه النص وخلي النص، انت تشوف التعامل ديالو كي داير. درك كون راه دويت معاه ياك، اش قال لي هو؟ قال لي هو دخل اي سلعه ونضيك في البلاك، البومبو الاقراص، قال لي حتى الخشيبات والعجينه حتى هي الا كانت مرحبا، فلوسك كاش. عنده مع التيكيت نابر. نابر اللي سدي كاينين، حتى هما اللي كان هو معاه عطيته ديكسيونير ديال التيكيت ياخذو معنا. قول لي صيفتي صاحبك سول عليه حسين في الحبس؟ اودي صراحه راه ممنوع، هو راه ما يقدرش يدوه معاه مباشرة، ويني حركت واحد المطر الصاد كان جناح ربعة كيدور في لاروند، كيدور في لاروند كيتشمى شحال هكايا، وواحد الموظف تخلي الخاطرة ويقول لي ودي راه خونا راه ما بقاش حاكم، راه مات ليه الحوت
ولا في بلاصتو واحد خاينه تقول ليه عثمان. قال لي على هذا عثمان، عثمان كيقول لي لا قر استاذ، تخيل تقول لي الاستاذ لا عثمان انا. ولا كان هكا اش غدير؟ دير معاه ما ديش معاك السلعه كامله حتى تشوف واش منه ولا ماشي منه. ولا كان السروال كبر منه بعد منه واللي شافته غنو بغات منو يا نو نو يا نو نو. الو وي فؤاد، اي اي حيت باقي ما سافرتش. اه شادني واحد الموعد هنا، خليها حتى الغدا الله يحفظك. اها واخا صافي هانياتو نديرو لقيته وفين انا معاك. قول لي فين تلاقاو؟ ايا صافي عرفت تمشي تما مرة مرة صافي كون هاني. هاني تشاو يلا اسمعيني يلا. وبليسي تسوقورو جقلاو كاين منش كنديرش الثقة بنادم انايا فهمتيني. راسك خصك مرة مرة تشك فيه وما تنساش راه أول مرة غتعامل معاه. باس عوف حضي راسك نمشي نشوفو ونقولك شكاين. نداه الله يسخر ناعش كايميت. شناهي هاديك شناهي هاديك شكي قلتي ليها؟ اش غرام خاين خاين اللاينر نقصد طاينه اللاينر شحال كاين دخل قان نخلط. الكلمه للسيد ممثل الحق العام. سيدي الرئيس، تبع المتهمان خالد موسى وفؤاد الكبير من قبل هذه النيابه العامه من اجل مسك الاقراص المخدره واستيرادها ونقلها والاتجار فيها والمشاركة في اتفاق قصد ارتكاب هذه الجريمة. الأفعال المنصوص على عقوبتها في الفصول 1 و2 و5 من ظهير 21/5/1974. سيد الرئيس، يستفاد من محاضر الضابطة القضائية أنه كان التواصل جارياً مع المتهم فؤاد الكبير مع مخبر مساعد لنا تقمص دور زبون يرغب في اقتناء كمية مهمة من الأقراص المهلوسة نوع القرقوبي، وبتنسيق دائم مع الضابطة القضائية إلى أن تم التوصل بمكالمة هاتفية من عند المتهم فؤاد الكبير بتاريخ 20/4/2019. أفاد من خلالها أن قريبه المتهم الأول خالد موسى قد قدم من الخارج إلى المغرب وتمكن من تهريب كمية من الأقراص المهلوسة والمخدرة. قولي يا بنيتي باقي غتسافر انت وسعيد؟ اه غنمشي واحد 3 ايام الجبل. والمغازل من غيخليها؟ غيبقى فيها توفيق. كدوي بالمعقول؟ علاه الله يرضي عليك. دابا انا غير خفت دابا توفيق الا مشات دار شي مشكل معنا حنا، راه حنا والديه غنصبروا ليه، ولكن مع راجلك غتجي حشمه في الحقيقه. شوف ماما، هو كان سعيد راجلي ما مهنيش من جهه توفيق ما غاديش يخليه في المغازه، وزيدون راه وصى عليه الطابيسي صاحبو. على لا انا مره مره غنمشي غنضرب تما دويره ونشوف الامور كيفاش غاديه. بلاش بابا، توفيق راه محتاج لينا نثقوا فيه وما خصناش نراقبوه، غير خليه. عندك الحق. خليتكم على خير. الله يديك على خير يا بنيتي. الله يديك على خير. سلمي على سعيد. واخا ماما. الحمد لله. ايوا الحمد لله الحمد لله. الله الا طمأنيت. الله يرضي عليها. هو التدخل في راس الموعد ولا اتم الاستعداد، مازال كنتسناو العنوان ولوكاليزاسيون باش يكونوا في عين المكان قبل. وعثمان اسمح لي بغيت نقول طريق المخبر موجود؟ موجود كاين معاهم، وباش يبقى كلامه منسجم مع الروايه اللي قال ليهم راه غيجيب معاه واحد المساعد ديالو من ديك المدينه اللي كان خدام فيها. مزيان باش ما يشكوش في كلامه. واش هي الخطه الجايه من كوميسار؟ الخطه الجايه هو اننا غادي نمشيو نخبروا الفرقة المكلفة بالتدخل ونكونوا على أتم الاستعداد ونعطيهم التعليمات الأخيرة.
يلا تفضل. ياك لاباس السعدية، تليفونك خلعني. ولدك ما كيجاوبش. جلسي جلسي جلسي. الساعة هذه باش جار راجل ليلى اتصل به وقال ليه راه توفيق خلى المكازا وسدها بكري ومشى. وفين مشى؟ وانا عرفت حتى تليفونه مسدود. ربي السلامة. ياك ما يكون ما تقولهاش ما تقولهاش. يلا قلت ولدي رجع ليا. غير تهدني السعدية، غير تهدني غير تهدني وما تقلقيش. غادي نزيدوه شوية د الوقت والغايب حجتو معاه. غير تهدني. ريحوا هنا يا حسن. الله شكرا. مزيان الله يحفظك. وقف اسمعني وقف. الو سي فؤاد لاباس معاك عثمان. انا حدا القهوه نقع هنايا ولا ندخل نستناك على برا؟ شوف انا قريب ليك قريب ليك بزاف. اييه عارف عارف عارف. انت مشيت تما مره مره. يلا ما تعطلش الله يحفظك. انا عهن. اتو تالور قول هادشي السيد الحميد. الو السيد الحميد. ماما توفيق فين كنتي؟ واش واقع؟ علاش داك التليفون ديالك يا وليدي مطفي؟ بابا التليفون تيشارج عليا ونسيت الشارجور في الدار. وعلاش سديتي المكازا بكري فين مشيتي؟ ما كاين والو ماما. مشيت سولت على فيصل في دارو قالوا لي بلي ضرب راسو في الحبس وداو للسبيطار. واش باغي تحمقني؟ واش هاد فيصل ما بغيتيش تنساه؟ ماما فيصل راه هو ضحيه بحالي ديال دوك المجرمين. ضحيه هذاك الشيء علاش دخل الحبس؟ قالوا لي دارهم بلي راه مابقاش كيستعمل المخدرات ومني غادي يخرج غيكمل قريته في الجامعه. الله يرضي عليك يا وليدي. خصك توقف مع صاحبك ولاني كان عليك تقول لينا راك غتسد بكري. خلعتيني عليك يا خويا. قلقتينا. شوف هاد المره غدير جوج شارجورات، واحد في المكازا واحد في الدار. صافي ماما ما يكون غير خاطرك سمحي لي. راه الوالد تكرم. الله يرضي عليك. الله يرضي عليك. الله يرضي عليك وليدي. الله يرضي عليك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ياك ما تعطلت عليك اشي؟ لا انا اللي جيت بكري. انا كنحترم المهنه ديالي واش ربي يجعل لي البركه كنجي بكري. ما عندي ما نقول. اسماعيل خدام معايا الدنيا هانيه. جبتي سلاب كونفيونس. موجود موجود فلوسك غادي يكون كيوري القرقوبي اللي عنده. ممكن ولكن بلاتي تسنى تسنى الاشاره اللي اتفقنا عليها مع عثمان بلي مشي المساعد ديالو للطوموبيله باش يجيب الفلوس. هذيك الساعه غادي يلقاو عليه القبض في حاله التلبس. مشات محسوبين كاين اكثر من هادشي. 800 صمطه هذيك عمو. نعم. تنضيني فيها طعنيه حاط لي في ليساتي نحسبهم ياك. من بعد تحتاج عاوتاني شي بياس اخرى الخير موجود. عيط لي نجيب خويا السلعه. ما قلت يا عمي اسماعيل جيب فلوس شد تخلي. لا لا ما بيناتنا الثقه. كاينه الثقه ولكني ما سالت نضيك حساب صابون. يلا دابا Thank you.
اسبيس يا او كل شيء موجود حل. شنو واش محسوبين؟ محسوب بيدي. تشمن حسبهم على خاطرك. كيفاش شنو حسب؟ غادي تحسب الفلوس. اجاتك هادي مزيانه. يلا ندير شنو في البنك. تفضل معنا. تفضل زيد ياك. بعد الاتفاق على ثمن المشط الواحد من الاقراص المهلوسه والمخدره من نوع القرقوبي في مبلغ 300 درهم للمشط الواحد، كل مشط به 7 أقراص مهلوسة ومخدرة مع تحديد الكمية المراد اقتناؤها والمحددة في 100 مشط، أي ما مجموعه 7000 قرص مهلوس ومخدر. وبعد تحديد مكان اللقاء على مستوى حي العهد، تم الانتقال إلى عين المكان من قبل شرطي مساعد للضابطة القضائية رفقة المخبر على متن سيارة مدنية. وبمجرد صعود المتهم فؤاد الكبير للسيارة وبعد التأكد من حمله للأقراص المهلوسة والمخدرة المتفق عليها، تمت محاصرته من طرف الضابطة القضائية وبالتالي إيقافه. سيد الرئيس، عند إيقاف المتهم فؤاد الكبير من طرف الضابطة القضائية عثر بحوزته على 7000 قرص مهلوس، واعترف بعد تردد كبير أنه هو من يتاجر ويروج هذه الأقراص المهلوسة خصوصا داخل حيه الذي يسكن فيه. وبعد مواجهته كون قريب له هو من قام بتهريبها انطلاقا من الخارج، اعترف بكون ابن خالته خالد موسى مقيم بالخارج وهو من قام بجلبها، وأنه قدم من الخارج هذا الأسبوع وهو الذي عرض على المتهم الثاني فؤاد الكبير ترويجها مقابل عمولة مالية قدرها 100 درهم عن كل مشط يتم ترويجه. سيد الرئيس، عند الاستماع للمتهم خالد موسى الذي ضبط من طرف الضابطة القضائية بمنزله ببحر الأمان واعترف بكل الجرائم المنسوبة إليه بعد الإيقاف بينه وبين ابن خالته، أنه بحكم أنه يقطن بالخارج سيقوم بتهريب الأقراص المهلوسة والمخدرة ليتم تسليمها لابن خالته فؤاد الكبير، وذلك حسب طلبيات الزبناء لكي يقوم بترويجها مقابل عمولة مالية قدرها 100 درهم للمشط الواحد. سيد الرئيس، عند الاستماع إلى المتهمين أمام الضابطة القضائية أكد ارتكابهما للأفعال منسوبة إليهما، حيث إن المتهمين جددا اعترافاتهما المفصلة أمام هذه النيابة العامة. سيد الرئيس، حيث إن إنكار المتهمين الأفعال منسوبة إليهما أمام مجلسكم الموقر لا يقصد من ورائه سوى التملص من المسؤولية الجنائية. سيد الرئيس، إن الحبوب المهلوسة تؤدي إلى حدوث اضطراب في الدماغ وتكون سبباً في كثرة الهلوسة. المتهمان كان سبباً في ترويج هذه الحبوب بكميات كبيرة، كانت سبباً في حدوث إدمان لهذه الحبوب المهلوسة لمجموعة من الشباب، وهذا النوع من الإدمان يعتبر الأكثر خطورة ويجب أن يتم وضع حدا له على الفور، ونتيجة المخاطر التي تنتج عنه يجب الضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه المس بمجتمعنا. فالحبوب المهلوسة والإدمان عليها لا يؤثر فقط على المدمن، بل يؤثر على من حوله، على الفرد والأسرة والمجتمع. لكل هذه الأسباب نلتمس من المجلس الموقر الحكم على المتهمين بأقصى العقوبات ووفق فصول المتابعة، وللمجلس الموقر واسع النظر. سي طارق، تبارك الله عليك، على سلامتك، كنت هائل. شكرا. سي طارق، عثمان، ما عندي ما نتسارك، وجد راسك للعملية الجاية إن شاء الله. بوجودكم. فيصل، ملي تخرج من لاصال دوز عندي. لا لا بلاش، سير تتسالخ المطلقة. باغي دوز عندي، خديت لك واحد الصمطة كادو. الصمطة؟ تو تسطيتي. ترى ساليت وعفى عليا الله وشحال هادي يا صاحبي.
ماشي داكشي اللي على بالك، هذا واحد الصمطه جلد وغتليق لك مع لاصال الكارش والظهر، وما تنساش راه خديتها لك من عند واحد السيد كيجيب السلعه ديال برا. الله يحفظك ابا توفيق. المهم سالي ونتلاقاو. الله يعاون. وما تنساش الكلمه لدفاع المتهم. سيدي الرئيس، السيد ممثل الحق العام، أقف أمام مجلسكم الموقر مؤازرة خالد موسى وفؤاد الكبير المتابعين من قبل هذه النيابة العامة من أجل مسك الأقراص المهلوسة والاتجار فيها والمشاركة في اتفاق قصد ارتكاب هذه الجريمة الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-2-5 من الظهير الشريف 21/5/1974. سيدي الرئيس، السيد ممثل الحق العام، حيث إن أساس الأحكام الجنحية هو ما راج أمام المحكمة من مناقشات واقتناعها الوجداني بما تضمنه الملف من أدلة متساندة، مع الأخذ بعين الاعتبار تصريحات المؤازرين أمام المجلس الموقر من تكوين قناعتها، متى دعمته وسائل إثبات أخرى مستمدة من وقائع القضية. سيدي الرئيس، السيد ممثل الحق العام، مؤازري أنكر الأفعال المنسوبة إليهما أمام مجلسكم الموقر، ونحن نعلم أن الاعتراف القضائي سيد الأدلة وفق ما تواتر عليه العمل والاجتهاد القضائي، والمشرع المغربي أعطى لمجلسكم الموقر صلاحية تقييم الاعترافات، والحكم لن يكون إلا وفق اعتقادكم. سيدي الرئيس، السيد ممثل الحق العام، مؤازري الماثلين أمامكم أنكرا أن تكون لهما أي علاقة بالاتجار وترويج الأقراص المخدرة. مؤازري هما كبش فداء ليس إلا، وراءهما يختفي الفاعلون الحقيقيون والذين لا شك سيقعون في يد العدالة وسيعلو صوت الحق. لكل هذه الأسباب نلتمس من المجلس الموقر أساساً الحكم ببراءة مؤازري، واحتياطاً أن تراعوا ظروف مؤازري الاجتماعية، ولمجلسكم الموقر واسع النظر. فؤاد الكبير، عندك ما تضيف؟ احنا ما دايرين والو، راه مظلومي. خالد موسى، عندك ما تضيف شي حاجه؟ انا بريء. لا سيدي. تامل لجلسه. بعد ان تتبعنا القضيه، توبع المتهمان من اجل مسك الاقراص المخدره، استيرادها، تصديرها والاتجار فيها، والمشاركه في اتفاق من اجل ارتكاب هذه الجريمه الافعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-2-5 من الظهير الشريف 21 ماي 1974. الفصل 1 من الظهير الشريف 21 ماي 1974، واستيراد وإمساك والاتجار في المواد المخدرة، العقوبة هي الحبس من 2 إلى 5 سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم. الفصل 2 من الظهير الشريف 21 ماي 1974، وصنع المواد المخدرة، نقلها بطريقة غير مشروعة وصنع هذه المواد المخدرة، العقوبة هي الحبس من 5 سنوات إلى 10 سنوات وغرامة من 5000 إلى 500000 درهم. الفصل 5 من الظهير الشريف 21 ماي 1974، والمشاركة في اتفاق من أجل ارتكاب هذه الجريمة، العقوبة هي نفس العقوبة
المقررة لهذه الجريمة. ملف مداولة لهذه الحلقة. ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف ومستنداته ومن خلال تصريحات المفصلة للمتهمين أمام الضابطة القضائية أن الجرائم هي ثابتة في حق المتهمين، وحيث إن مقتضيات المادة 290 قانون المسطرة الجنائية تنص أن محاضر الضابطة القضائية يوثق مضمنها إلى أن يثبت ما يخالفها. لكل هذه الأسباب قضت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا بإدانة المتهمين من أجل الأفعال المنسوبة إليهما، وحكمت عليهما بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50,000 درهم. تم الطعن بالاستئناف في هذا الحكم ابتدائي من طرف المتهمين ومن طرف النيابة العامة، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله ومع ملف آخر.